السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي زكي بدر، طالب في هندسة العاشر HTI، هندسة كهربية، وبندرس معادلات التفاضلية. تمام، دلوقتي احنا عايزين شفنا فيديوهات كتير على اليوتيوب. الفيديوهات دي كلها بتشرح، معظمها عربي يعني اللي بيشرحوا، ومناهج مختلفة بس نفس الأفكار. ولكن انا شفت على اليوتيوب ان الناس ما بتديش امثله عمليه اكتر انك تحل او تحليل اكتر للمسائل، تفصيل اكتر، بحيث انك تعرف تميز نوع المساله. لكن هو بيديك الشرح والاثباتات ومساله وخلاص. لكن احنا ان شاء الله في الكورس ده هنحاول نحل كتير. طيب، اولا دي ميزناها ان الداله دي عباره عن داله في اكس اسمها كوزاين. تاني حاجه ميزناها ان هنا في تفاضل تاني وليس تفاضل اولاني بس، لان طبعا لو تفاضل اولاني كنا ممكن نصور، يعني نفتكر linear differential equation او برنولي يعني، او اي صور تانية نفكر فيها، ان مثلا y داش بتساوي p of x مثلا، دالة في x، y بتساوي q of x مثلا، دالة في x. فهي لو كانت first order كنت ممكن أفكر بالصورة دي وأحول بقى المسألة، ممكن أخليها دالة في x وهكذا كده. لكن خلاص هي ما فيها، مش هي درجة دي تفاضل التاني، فإذا أنا هلغي الفكرة دي من دماغي أهو. طيب، يبقى دي على طول طالما تفاضل أعلى من التفاضل الأولاني. وفعلا لو كانت حتى تفاضل الأولاني كنت ممكن أفكر في السيبريشن اللي هي دي واي على دي اكس، واشوف هل ينفع اعمل سيبريشن ولا مش هينفع، ما ينفعش، هل هي هوموجينيوس ولا مش هوموجينيوس. طيب، لما الاقي اعلى من التفاضل هي خلاص انا كده عرفت ان هي تفاضل تاني، هتتحل بطريقه تانية. هتحل بطريقه الاوبريتور مثلا، نحلها بطريقه الاوبريتور اوكي، اوبريتور ميثود. ايه هي الاوبريتور ميثود؟ بكل بساطه انه بيقول لك ان الدي دي بتمثل التفاضل، الدي دي بتمثل دي واي باي دي اكس، تمام، اللي هي الواي داش. وبالتالي دي سكوير هي عبارة عن التفاضل التاني اللي هي واي دبل داش. خلاص، حلو أوي. يعني ممكن أشيل الواي داش دي وأحط مكانها دي سكوير التفاضل التاني، زائد أربعة التفاضل الأولاني سميناه دي، زائد تلاتة، وقول إن المقدار ده كله هيأثر على الأوبريتنج على واي، في مشكلة، بيساوي أربعة كوساين اتنين إكس. طيب، في طريقة الحل الأوبريتنج ميثود إحنا بنفرض إن بنقول ليت إن الواي كومبلمنتري بتساوي يوس إم إكس. إمتى؟ لما يكون المقدار التاني بصفر، لما يكون المقدار ده بيساوي صفر أقدر أقول هذا الحل. يعني لو قلت إن ده y complementary يبقى أساوي المقدار ده بالصفر، تبقى ده اللي homogeneous، أساوي المقدار ده بالصفر بهذا الشكل. ليه بقى؟ عشان نكمل الحل ونفرض الفرض ده إن هو ليت y c y complementary بتساوي e اس ام اكس. طيب، ادي يا سيدي y c اس ام اكس، وبعدين يعني هستفيد بايه؟ هستفيد ان انا اقدر احول اللي هي ام الدي سكوير دي اخليها ام سكوير، زائد اربعة اشيل كل دي واحط مكانها ام، زائد تلاتة يساوي صفر. واخترت طبعا الاكسبوننشال عشان ما بتتأثرش، يعني دالة ما بتتأثرش. طيب، فبالتالي ده يعتبر لو حللناه ام سكوير يساوي صفر، عايزين تضربهم في بعض التلاتة تجمعهم بأربعة يبقى واحد وتلاتة يساوي، يبقى إذن الام بيساوي سالب واحد والام بيساوي سالب تلاتة. كده احنا جبنا الواي كومبلمنتري بتاعتنا، يبقى الواي كومبلمنتري هتساوي كونستنت ثابت نسميه سي واحد مثلا في اي اس ده،
عشان كده احنا قلنا ايوس ايه اس ام اكس ايوس سالب اكس نجمع زائد سي اتنين كونستنت تاني ايوس ده سالب تلاتة و اكس كده احنا جبنا الواي كومبلمنتري. بس هو عايز find the general solution، هو عايز the general ايه solution. طيب لو كانت اساسا دي من الاول، المقدار ده لو كان من الاول اساسا بيساوي صفر، يبقى الجنرال سولوشن بتاعنا هو الواي كومبلمنتري بس. لكن علشان الدالة بتاعتنا دي بتساوي دالة تانية في اكس، يبقى اذا هو هنحلها بطريقة معينة بحيث ان احنا نجيب الواي جنرال سولوشن ان هي بتساوي ايه الواي كومبلمنتري زائد الواي بارتيكولار. الواي بارتيكولار تمام، احنا معانا الواي كومبلمنتري يبقى عايزين واي بارتيكولار. طيب بكل بساطة كده احنا مسحنا المساحة كده خلاص، او ممكن ناخد دي كده ناخد دي كده على جنب. تمام الواي بارتيكولار بتتعامل مع الدالة دي، يعني هي نفس الشكل ده. نقول دي سكوير، نقول الواي بارتيكولار بتساوي واحد على، بطريقة أسهل من دي خد الأوبريتور بتاعك عادي زي ما هو، زائد أربعة دي زائد تلاتة، وقول إن هو بيأثر على إيه، بيأثر على الواي بارتيكولار أهو. طب الواي بارتيكولار يبقى دي ما بتساويش صفر خلاص، يبقى سواها باللي فوق، بتساوي أربعة كوساين اتنين إكس. جميل جدا. طب أنت عايز بقى الواي بارتيكولار نفسها، يبقى الواي بارتيكولار بتساوي واحد على دي سكوير زائد أربعة دي زائد تلاتة، اللي هي بتأثر على إيه، على أربعة كوساين إكس، أربعة كوساين اتنين إكس. طيب مش الأربعة دي ثابت، خلاص خليها في البسط أهو. طيب برضو أنت عايز توصل لإيه؟ إحنا عارفين لما يكون دالة، الدالة لما يكون كوزين أو ساين، أوكي عندنا قانون بيقولك ان دي سكوير بتساوي سالب اي سكوير، ده قانون. طبعا سي ان دي ايه مثلا ودي اكس ودي اي اكس، ان دي سكوير بيساوي سالب اي سكوير. طيب فين الاي دي اللي هي بتاعت اللي هي ضعف الزاوية دي؟ طب لو دي تلاتة تبقى الاي بتلاتة، يبقى اذا كوزان اتنين اكس يبقى الاي بكام؟ اول حاجة بس اهو سالب اهو، ده كوس دي كوزين اتنين اكس، يبقى الاي باتنين، يبقى اتنين ربع الاتنين باربعة، وفي سالب بره يبقى سالب اربعة. يبقى لو شلنا كل دي سكوير هيساوي سالب اربعة، ده قانون بتاعنا لما يكون الدالة كوزين او ساين ساوي. طب لو كان الاي دي بواحد خلاص، يبقى الدي سكوير بتساوي سالب واحد. تمام يبقى كل اللي هتعمله هنا نكمل مسألة، هنشيل كل دي سكوير نحط مكانها سالب ايه اربعة، يبقى اربعة على سالب اربعة زائد اربعة دي الدي سكوير بس ملناش دعوة بالدي، اربعة دي زائد تلاتة. طيب يعني وصلنا لصورة، طبعا ده بتأثر على كوزان اتنين اكس، بتأثر على كوزان اتنين اكس. وصلنا للصورة دي، تعالي نمسح اللي فوق كل ده خلاص. اوكي طيب وناخد نشتغل على اخر حاجة وصلنا لها، طيب اللي هي دي. اوكي تمام، يبقى هتساوي، احل بالراحة خالص اهو عشان الناس تبقى عندها فهم اكتر.
يبقى سالب 4 زائد 3 سالب 1، يبقى 4 دي سالب 1 كوزين 2x بتأثر على كوزين 2x. هل انت كده حليت المسألة؟ لا ما حلتش. ليه؟ عشان لسه في دي. لما تخلص من الدي دي او التكامل ده هعرف احل المسألة. طيب انا عارف ان القانون بيقول لي دي سكوير بيساوي سالب اي سكوير. طب هل دي سكوير؟ لا. طب ايه رايك ما تخليها سكوير؟ اه ينفع. اضرب في المرافق، لو قلت ان دي 4 دي ناقص 1 اضرب في المرافق بتاعك اللي هو 4 دي، يبقى تعكس الاشارة، يبقى زائد 1 ده المرافق، يبقى 4 دي زائد 1 كل ده بيأثر على كوزان 2x. ماشي، هتساوي 4 في 4 ب16 دي زائد 4. طالما دي في البسط عادي، دي في البسط يعني تفاضل، لكن في المقام يعني تكامل. دي في البسط تبقى تفاضل، لكن في المقام بتبقى تكامل، لأن التفاضل عكس التكامل. طيب تمام، طبعا ده فرق ما بين مربعين، يعني أقدر أقول بكل بساطة 16 دي سكوير ناقص 1، لأن ده نفس المقدار بس فرق إشارة، يعني فرق من مربعين. اضرب الأول في الأول والتاني في التاني وخلاص. لو حبيت تفك القوس هيبقى 16 دي سكوير، يعني اضرب ده اضربه هنا، كل مقدار مقدار، هيبقى 16 دي سكوير ناقص 4 دي، واضرب الواحد هناك يبقى زائد 4 دي ناقص 1. يبقى ده المقدار يتكرر تاني، يبقى هو نفس الايه الحل، لان ده فرق من المربعين. تمام زي الفل، كل ده بيأثر على كوزين 2x. زالت الدي سكوير تحت اهي، خلاص كده يعتبر اتحلت المسألة. نكمل برضه، ادي الواي بارتيكولر اللي ده من اشهر انواع differential equation، وانا مفهوش افكار يعني. تمام نكمل المسألة، هنشيل الدي سكوير نحط مكانها اهو سالب اي سكوير، يعني سالب 4. طيب يبقى 16 دي زائد 4، 16 مضروبة في ايه؟ في سالب 4 ناقص 1 بيأثر على كوزين 2x. طيب ما 16 في 4 ناقص 1 بسالب 65. تمام 16 في 4 ب64 ناقص 1 سالب 64، يعني ناقص 1 بسالب 65. خدوا عامل مشترك أو طلعوا يعني بالشكل ده، مش عامل مشترك، دخلوا يعني طلعوا من المقام يعني، وقول ده 16 دي أهو، 16 دي زائد 4 بتأثر على كوزين 2x. يبقى انت هتاخد المقدار ده هتضربه هنا وتضربه هنا، في مشكلة؟ مفيش مشاكل. سالب 1 على 65 في 16، دي معناها انك بتفاضل، الدي دي يعني بتفاضل، يعني هضرب، يعني اقدر اشيل الدي واقول مثلا سي دي واي على دي اكس مثلا اهو، بالنسبة كوزين 2x زائد 4 كوزين 2x. في مشكلة؟ سالب 1 على 65، خد المقدار ده امسح لفوق، خد المقدار ده طلعه فوق. تمام ده الواي بارتيكولر بتاعنا بتساوي، فانت اكنك بتقول انك بتفاضل، هتفاضل المقدار ده بالنسبه لاكس، هيبقى كالاتي. طبعا انت بتحل على طول، طبعا ما بتعملش كل الكلام ده. 16 مضروبه في تفاضل الكوزين 2x، تفاضل الكوزين هو سالب ساين 2x، في تفاضل الزاويه، تفاضل الزاويه
بالنسبة ل x 2 x يعني تفاضلها 2، يبقى مضربها في 2، يبقى كل ده كده مضروب في 2 زائد 4 كوزين 2 x. طيب خلاص، مقادير مضروبة في بعض اهي، تقدر تفكها عادي. سالب 1/65، 2 في 16 ب 32، يبقى 32، وفي سالب بره اهو، يبقى سالب ساين 2 اكس زائد 4 كوساين 2 اكس. ده كده جبناه اللي هو بنسميه واي بارتيكولر. طيب يبقى اذا بكل بساطة الواي جنرال سولوشن، حل النهائي بتاعنا، هو عبارة عن واي كومبلمنتري نجمع عليه الواي بارتيكولر. يبقى نجيب الحل ده كده ونجمعه على الحل التاني. الحل ده كده اوكي، هنجمعه على الحل ده. بس بكل بساطة مفيش أي حاجة صعبة يعني، يبقى نمسح ده ونجمعهم، يعني ناخد الحل ده كده اهو مش عايز الشكل، خلاص نجمعه على الحل ده. نقول زائد الحل، زائد الحل ده تمام، بس مفيش مكان في الشاشة، بس يعني anyway ده الحل. كده احنا حلينا مسألة من أشهر المسائل ده. طيب الحل ده بينطبق برضو على الكوزين أو الساين، يعني الحل ده لو شلت الكوزين 2x لحد 2x يبقى كل الحل زي ما هو، ما عدا طبعا التفاضل بتاع الكوزين هيبقى دي مثلا هتبقى مختلفة طبعا في التفاضل، انك هنا فضلت الكوزين، اما لو اعتمل سنة تبقى تفاضل السين كوزين، خلاص هتختلف يعني، لكن هو نفس الحل. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.